ذات مرة فرد واحد جاء من الكوفة إلى الشام فزار معاوية، ومعاوية ملك كما تعلمون مثل الملوك، شخصية وفخفخة وكبكبة وبعد معروف، قصر وسيافين وجلاوزة وما أشبه. لما ورد على معاوية قال له معاوية: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند أبخل الناس، ومن عند أجبن الناس، ومن عند أفهم الناس. الفهاهة ضد الفصاحة. الإنسان قد يكون فهيها وقد يكون فصيحا. الشخص اللي يتمكن يتكلم ويظهر عما في ضميره يسمى فصيحا. الشخص الذي لا يقدر أن يتكلم ويظهر ما في ضميره يسمى فهيها. قال: من هو؟ فرد واحد يجمع البخل والجبن والفهاهة. هذا فرد شيء جدا نادر في الاجتماع. من هو؟ الرجل قال: هو علي بن أبي طالب. قال له معاوية: هذا خصم الإمام ويحارب الإمام ويحارب من يوالي الإمام ويسب الإمام. قال له: ويلك، شنو هالكلام التافه منك؟ أما قلت إنه أبخل الناس فلو كان له بيتان لعلي، بيت من تبر وبيت من تبن، لأنفق التبر قبل التبن. يعني كان يعطي الذهب حتى يخلص الذهب وبعدين يعطي التبن. التبر يعني الذهب، التبن يعني الحشيش الذي يعطى لأجلكم الله الدواب يسمى تبن. هذا تقول أبخل الناس وهو هذا صفته. وأما قلت إنه أجبن الناس، إنه لو تظاهرت العرب على قتاله ما ولا. أجبن الناس لو كل العرب تظاهروا على قتاله، يعني اجتمعوا وأعطى بعضهم ظهره لبعض حتى يقاتلوا عليا وهو وحده ما ولا، يعني ما فر، ما انهزم. تقول أجبن الناس. وأما تقول إنه أفهه الناس، وهل سن الفصاحة غيره؟ يعني مو هو فصيح أصلا، هو علم الناس طريق الفصاحة، طريق يتكلمون الفصيح هو سنه للناس.